بث أوباما الحماسة في نفوس الشباب عام 2008 لإحداث التغيير في الخارطة السياسية، فصوت له 66% من الشباب، والآن يحاول أوباما استقطابهم مجدداً بالإضافة إلى الذين لم تسنح لهم الفرصة بالتصويت عام 2008. أوباما كان أول رئيس أمريكي من أصول أفريقية ولم أحظى بالفرصة للتصويت له عام 2008، الآن لدي فرصة ثانية للقيام بذلك. ورغم حماس الشباب، إلا أن دراسة جديدة لمركز بيو للأبحاث أشارت إلى أن الأزمة الاقتصادية وارتفاع مستويات البطالة ستؤثر سلباً على الإقبال في الانتخابات الحالية. من خلال الاستطلاع الذي قمنا به، فإن 70% فقط من الناخبين الشباب الذين صوتوا خلال الانتخابات الماضية سيصوتون هذه المرة. أما بالنسبة للناخبين الجدد، فإن نسبة التسجيل لم تتجاوز 66%. الشباب الذين ولدوا بين أوائل الثمانينات ومنتصف التسعينات من القرن العشرين، أو ما تطلق عليهم الدراسة جيل الألفية، يواجهون تحديات اقتصادية أكثر صعوبة، لكنهم لا زالوا متفائلين بشأن المستقبل. لديهم وجهات نظر تقدمية أكثر حول القضايا الاجتماعية ودور الحكومة والمشاركة الأمريكية في الشؤون الدولية، كما أنهم أكثر ارتياحاً بالنسبة للهجرة والزواج المختلط الأعراق. أود أن أستفيد من الفرصة الممنوحة لي بأن أكون جزءاً من العملية السياسية واختيار رئيسنا القادم، وصوتي يمنحني الحق في القيام بذلك. جيل الألفية من الشباب الأمريكيين يختلف في نواح كثيرة عن أجيال أبائهم وأجدادهم، والحصول على تأييد هذا الجيل بات ضرورة أكبر في انتخابات قد يكون الفوز فيها بفارق ضئيل من الأصوات.